لكن شو الغرض؟ الله اختار إسرائيل حتى تكون نور للأمم وحتى تكون رسالة وشهادة حية، لكن للأسف هني انطبقوا وانزووا على أنفسهم. فعندما جاء المسيح هو صحح المفاهيم وغير المعايير. فالكتاب المقدس في العهد القديم بيتكلم عن الأمم بإسهاب وبكثرة، كل ما تحتاج إنك تقرأ الكتاب المقدس في العهد القديم. ولاحظ أحبائي، يعني الشخص اللي بيقول أنا ديانتي أكملت ولغت ما قبلها حتى تعطي الشرعية لديانته، فهل هذا الشيء معقول أو مقبول؟ فإذا الديانة الأحمدية جاءت بعد الإسلام، والديانة الدرزية جاءت بعد الإسلام، والديانة البهائية جاءت بعد الإسلام، وهؤلاء الثلاثة وطبعا عديد منهم، كل ديانة تؤمن بالله الله واحد، كل هؤلاء الديانات تؤمن. بعدين في المسيحية، احنا بنعرف في المسيحية في المسيح هو الإعلان الكامل النهائي، لا إعلان بعد هذا الإعلان. فاليوم في عنا بدع حتى في المسيحية، هرطقات طلعت من المسيحية، في جماعة اسمهم شهود يهوى، تؤمن بالله لكن تنكر أشياء كثيرة. المورمنز مثلا، يعني قديسي آخر الزمان، عندهم إيمان لكن برضو الكتاب بقول اللي بزيد على كلمة الله الله بزيد عليه الضربات، لأنه المفروض لا يكون إعلان بعد يسوع المسيح.